صباح الخير وتحية طيبة لمتتبعي قناة أزاجيل المغربي قناة صباح الخير وخريف وهذا بكم نشكركم كاملين وهذا كيزيد يشجعني باش نزيد نعطي لهذه القناة ونزيد نطورها واليوم حبيت نشارك معكم الرحلة ديالي لألمانيا لمدينة كاسل للمعرض الدولي للحمام السجن فإن شاء الله غادي نحاول ندير فلوقات باش تبقاو معنا في الحدث وتعيشوا كأنكم معنا فدابا حنا في يعني في محطة القطار وغادي نشدو القطار لمدينة بادوفا إن شاء الله عند واحد الأخ مولوع اللي غادي تما نتلاقاو واحد الإخوان وغادي نمشيو كامل إن شاء الله لمدينة كاسل فبقاو معنا في هذا الفلوق هذا ان شاء الله باش نزيدوا نعطيكم معلومات على كاسل وعلى هذا المعرض هذا ونوفقوا بجميع المعطيات ان شاء الله صباحكم مبروك وبقاو معنا باش نكملوا هذا الفلوق هذا تبارك الله عليكم احنا حاليا في الطريق ان شاء الله لخارجه ثم نتلاقاو مع الاخوان مولاي نخليهم مفاجاه باش تعرفوا ان شاء الله ودابا حبيت نعطيكم واحد التعريف سريع لمدينة كاسل ولهذا المعرض هذا فمدينة كاسل هي مدينة جميلة اللي كتقع وسط ألمانيا وكتفوت تعداد السكان ديالها ال 200,000 نسمة وهي كيمر فيها واحد النهر نهر اللي سميتو الفولدا نهر صغير اللي كيمر من الوسط ديالها والجالية الأكثر تعداد هي اللي فيها هي الجالية التركية وكذلك فيها واحد يعني واحد القصر اللي كيطل على جميع أنحاء المدينة في هذه المدينة تعرفت أيضا بالمعرض الدولي بيجون ماركت انترناسيونال اللي عطاها يعني شهرة كبيرة في العالم هذا المعرض هذا للمرة 30 يعني كتحتضن هذه المدينة ألمانيا هذا المعرض الدولي أكبر في العالم الحمام الزاجل في هذه المدينة كما قلت لكم أصبحت مشهورة يعني كيجوها من جميع أقطاب العالم يعني جوا الحمام وهذه التظاهرة المميزة كتجمع مختلف الجنسيات من انحاء يعني العالم وفيها اروقه مختلفه للشركات ديال الادويه ولا المكملات الغذائيه ولا الادوات ولا المستلزمات يعني الادوات المستلزمات للحمام وكيكون فيها حتى مزادات ديال الحمام وكاين هناك اروقه كي يعني الابطال ديال الحمام الزاجل في العالم كيحطوا يعني مشهورين كيحطوا الحمام ديالهم العرض يعني باش يشوفوا المواضيع اللي كيدورتهم وان شاء الله غادي نوفيكم جميع المعطيات والمعارض ونصور لكم فيديوهات باش تعيشوا معنا لحظه بلحظه هذا المعرض هذا وتعيشوا كانكم معنا ان شاء الله دابا قربنا نوصلوا لمدينة بادوفا عند واحد الصديق اللي مثلا نخليه كيما قلت لكم مفاجأة فبقاو معنا ان شاء الله باش يعني باش نتابعوا هذا الفلوق هذا الى ألمانيا ان شاء الله.